هاي فرج اسحب يا شباب ما تملون ورقة 24 ساعة وش دخلك يا اخي وش فيه غير الرقة طيب لا تعصب انا ودي اطلع بعد ورقة يا اسحب فرج فرج بالله الساعة كم خزعجنا خلاص 12 ونص كثر لي خلاص 12 ونص يا ايش عندك من الشغل انت بعد وراي دوام يلا نسينا الشركه شباب اللي قاعد الساعه 7 الصبح صحيني زين خلاص خلاص يلا اشوفكم على خير ماجد صاحي ماجد دخلت الدوام قم يا اخي ادري ادري ماجد. والله ادري توني صحيت شفيك انت ماجد هلا دوام هلا دوام معك ماجد. معك قم ماجد فرج والله اسمعك شي ما يرد ماجد ماجد ما اقدر احرك جسمي فرج والله معك شفيك والله اني صاحي بس ما اقدر احرك جسمي ما ادري ايش السالفه فرج ماجد هي ماجد هلا معك معك فرج فرج تعال اكلمك انا ايش ما ترد انا ما اقدر احرك جسمي يا شباب شباب ماجد هلا ماجد. هلا ماجد والله اسمع 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 رد علي يا عيال والله ما ادري هذا جسمي ما ادري شو السالفه اسمعكم يا عيال ايش فيكم ردوا علي واحد يرد علي يا عيال شو السالفه لا احد يستاهل تكفون يا عيال يا شباب وين ماخذين يا عيال ايش فيكم ردوا علي ليش ما حد يرد علي شو السالفه يا شباب اركب اركب خلي السبال عنكم ردوا علي انقش فيكم امسك جيب جيب يا عيال ردوا علي فرج بسرعه فرج اعوذ بالله يا شباب ردوا ايش فيكم ليش ما حد يرد علي طيب طيب ليش ما انت خرب جسمي يقوم بالسلامه ان شاء الله طيب ليش ما تردون علي السلام عليكم اكلمكم انا ايش فين ريحك صحيح ما دكتور ما فيني شيء بس ما اقدر احرك جسمي انا صاحي والله صاحي اشوفكم ما احس فيكم والله يا دكتور تكفى رد علي على الاقل طمنا دكتور تكفى اترجاكم انا والله خوفتوني يا جماعه والله ما فيني شيء خير شوي انا اتنفس واشوفكم ما احس فيكم ردوا علي ليش ما اقدر احرك جسمي لا حول ولا قوه الا بالله شنو انا حي انا حي ما مت انا حي احس فيكم انا حي انا حي والله يا فرج والله انا حي يا فرج انا اشوفك واحس فيك يا فرج والله انا حي ايش فيكم يا جماعه لا حد يستهبل يا جماعه انا حي انا حي والله انا حي انا حي حي قولوا بالرحمه يا شباب الله يرحم الله يرحم نزلوا يا جماعه انا والله مو مستعد للموت صلي عليه صلي يا اخي والله ما استعديت للموت انا ما اصلي انا ما اصلي لا تدفنوني والله مو مستعد للموت يا اخواني تكفون لا حد يدفني بعدين انا حي والله اشوفكم واحس فيكم انا حي اكبر لا تدفنوني لا تنزلوني لا تنزلوني انا حي والله انا حي لا تدفنوني لا تدفنوني تكفون انا حي تكفون اترجاكم يا اخوان جيبوا الاغاني باليوتيوب من يمسحها من يمسحها عني تكفون تكفون يا عيال لا تدفنوني تكفون انا خويكم ابي توب طلعوني والله لا اتوب والله ما اترك الصلاه والغني امسحها ابي اتوب طلعوني تكفون طلعوني ابي اتوب تكفون الله يرحمك يا ماجد الله يغفر لك ان شاء الله
فرج لا تروح يا فرج، والله أنا محتاجك باللحظة هذه يا فرج، لا تروح وتخليني أنا خويك، كلكم رحتوا خليتوني، خليتوني لحالي، والله ما كنت أفكر في الموت وما حسبت الحساب. أنا حي، أنا حي، أنا حي، ما مت، أنا حي. بإذن الله مشترجي، بإذن الله مشترجي، الحمد لله. عرفت ليه المعاصي مهينة، لأنها تظهر على الوجه وتبين، تشوف راعيها يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين، ما اقول غير الله عليها يعينا، ويجدد التوبه ويتوب هالحين. الله اكبر كيف قصر بدينا، لا قلت توبه قلبه توب بعدين. عرفت، عرفت ليه ان المعاصي مهينة، لانها تظهر على الوجه وتبين، تشوف راعيها يعيش الغبينة، والناس من حوله بخير وسعيدين. المشكلة وحلولها في يدينا، ركعة وسجدة في صفوف المصلين، ويندم على وقت مضى من سنين.